الحمد لله تعالى وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى، رضي الله عن آله وأصحابه أئمة الهدى وعمن تبعهم وسار على نهجهم وعلينا معهم، فارض عنا يا رب العالمين. أكرمنا الله تعالى فيما سبق من أيام بالحديث عن الله عز وجل من ناحية صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، وهو الركن الأول كما تعلمون من أركان الإيمان، كما أشرنا إلى ذلك مما ورد في الحديث الشريف الشهير الذي سقناه بطوله البارحة، حديث عمر رضي الله تعالى عنه في سؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعلاماتها. الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. في الحديث الذي أشرنا إليه البارحة قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قلنا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أعلى مراتب الإيمان، وهو الأصل في الإيمان بكل ما سنذكره بعده من أركان الإيمان. والإيمان بالله تعالى يا أيها الإخوة وهو الأصل هو إيمان بالغيب. لذلك في أول ومطلع سورة البقرة يقول الباري سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقدم في أوصاف الصالحين الأتقياء المسلمين المؤمنين إيمانهم بالغيب. ولو أردنا أن نبحث عن أركان الإيمان لوجدنا معظمها مبنيا على مسألة الإيمان بالغيب. حديثنا عن الله سبحانه وتعالى هو كله إيمان بالغيب، فالله تعالى كما نقول بلهجتنا العامية وهو كلام صحيح، بالعين ما رأوه لكن بالعقل عرفوه. الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. جعل رب العزة في كثير من آي كتابه الإيمان بملائكته تالياً مباشرة للإيمان به، لأن هؤلاء الملائكة الكرام جزء عظيم من أجزاء قدرته وتجلياته على عباده، والإيمان بهم يتعلق بشأن وثيق وركن حقيق ينبغي على الإنسان أن يعرفه ويفهمه ليعرف مدى قدرة الله تعالى عز وجل، ومن ثم ما آتى بعض مخلوقاته من قدرات يعجز عنها الإنسان بل عن التفكير فيها. من هم الملائكة؟ أقول قبل أن ندخل في تعريفهم، بعض الناس عبر العصور وليس في زماننا هذا، عبر العصور أنكر الملائكة الكرام من عدة مناحي. تقول له: الله تعالى ذكر الملائكة في القرآن. يقول: نعم الملائكة مذكورون في القرآن، لكن ليس هؤلاء الملائكة الذين تتحدثون عنهم الذين سنذكر الآن تعريفهم وتفصيلاتهم. نقول له: إذن ماذا؟ ما هي هذه الملائكة التي أنت تقول بها؟ يقول مثلا: الملائكة هي ذاك النور الذي يجده الإنسان في قلبه حينما يصلي. وغير ذلك قال: نعم الملائكة هي ذلك الثبات الذي يشعر به الإنسان إذا وقف في موقف صعب ثم ثبت عليه على طاعة الله. غير ذلك يأتي لك بتأويلات من هنا وتفسيرات من هنا وكذا ليتخلص من قضية الإيمان بالملائكة، وكذا في قضية الإيمان بالجن إن أحيانا الله تعالى وعرضنا لها. لماذا؟ لأنه وقع في قضية لا يستطيع الخروج منها، إما لضعف عقله وإما لقلة دينه. يقول: مسكنا الملائكة ما نمسكهم، فرجينا ياهن ما نشوفهم، أسمعنا صوتهم لا نسمع صوتهم، إذا لا نؤمن بهم. هذه القضية السخيفة، أقول السخيفة بخاصة في عصرنا،
لن أعود إليها لأنني قدمت تفصيلا عنها جيدا وواضحا بفضل الله في قضية الإيمان بالله عز وجل. وقد قلت إن الله امتدح الذين يؤمنون بالغيب، وهذا الغيب له آثار على المحسوسات سنرى لها تفصيلا. ولكن حينما ينكر الإنسان هذه الأشياء التي لا يراها ولا يشعرها بسبب ضعف أحاسيسه، نقول أنت بلا روح، أنت تعيش بالجسد فقط. قال في روح، أمسكنا إياها، زنها بالميزان، اجعلنا نراها بالعينين، أسمعنا صوت الروح، سيقف عاجزا. نقول أنت بلا روح، أنت جسم فقط. ونحن نعلم جميعا كما قال القائل قديما، فأنت بالروح لا للجسم إنسان، أصل الإنسانية وجود هذه الروح. فهذا أمر عجيب. ومن ثم لما اكتشفت هذه المكتشفات الهائلة في عصرنا، يرون الميكروب الذي لا يستطيعون رؤيته إلا بعد أن يكبروه مئات الآلاف من المرات، فيقول الآن ما في شيء اسمه ميكروبات، ما في شيء اسمه جراثيم، أرينا بعيني، لن تراها بعينك، إذا لا يوجد. يضحك عليك الناس الذين يشتغلون بالعلوم الطبيعية الآن، يقولون هذا غبي، كيف لا يوجد؟ يمسكنا يا هم بالمسكو، سمعنا صوتهم بالنسبه، فرجينا بعينينا ما بنشوفهم، إذا لا يوجد. يضحكون على مثل هذا العقل السخيف، أقول في مثل زماننا الذي تطور فيه العلم. فتطور العلم يعينك على الإيمان بالله، لا كما يقول بعض الناس الآن تطور العلم فصارت الأديان شيئا قديما، بل بالعكس، صار الإيمان بالله تعالى والإيمان بجميع أركان الإيمان شيئا يستطيع الإنسان أن يقبل عليه أكثر من ذي قبل. ولكن سبحان الله، من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الملائكة مخلوقات نورانية لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة، لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم مخلوقات كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من عدد الجن والإنس. هم أول هؤلاء الثلاثة خلقا، أعني الجن والإنس والملائكة، هم الأول في الخلق. كلفهم الله تعالى بأعمال كثيرة، لا يتزوجون، لا يتكاثرون بتوالد، ليسوا ذكورا ولا إناثا. ثم إنهم يعيشون فترات طويلة جدا ولا يموتون إلا عند قيام الساعة بعد النفخة الأولى، ولشأنهم تفصيلات أخرى. هذا التعريف الذي ذكرناه يحتاج إلى بيان في كل جزء من جزئياته. أولا، هم مخلوقات من نور. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين. لماذا لم يذكر تفصيلا أكثر في شأن خلق آدم؟ لأن الآيات الكثيرة ذكرت تفصيلاته، ولعلنا حين وقت محدد نفصل فيها كيف كان طينا ثم صار صلصالا كالفخار ثم إلى أن نفقت فيه الروح. إذا خلقت الملائكة من نور. الآن أيضا بعض الناس يظن أن النور، إذا هم نور بلا أجساد، وهذا خطأ. هم أجساد لكنها نورانية، كما أنك جسم كثيف يمسك ويحس ويرى ويسمع، أجسامنا كثيفة، فأجسام الملائكة من أصل خلقتها خفيفة لطيفة نورانية. فإذا هم أجسام وليسوا فقط ظلالا أشباحا يعني، لكن هذا الجسم خفيف لطيف ليس كثيفا، أجسام نورانية. قال يعني مثال على ذلك، لما في قصة نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل بعضكم يذكرها حينما حكيتها في السيرة، بعد القصة الأولى في غار حراء، في الموضع الثاني الذي رأى فيه سيدنا رسول الله
جبريل عليه السلام في المرة الثانية سمع نداء: يا محمد يلتفت يمينا يسيرا لا يرى أحدا، يرفع رأسه إلى السماء فيقول: فرأيت جبريل على كرسي بين السماء والأرض سادا بعظم خلقه ما بين السماء والأرض، فلولا أنه جسم لما جلس على كرسي. إذن هو جسم، أعود فأقول، لكن هذا الجسم ليس كجسمنا، لأنه جسم لطيف خفيف نوراني. إذن هي مخلوقات نورانية أولا، ثانيا خلقها متقدم على خلق البشر وعلى خلق الجن أيضا. الله تعالى حكى لنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا يفيدنا أنها قبل خلق البشر قطعا، ومن ثم أن الملائكة عرفت أن هذا الخليفة وهو سيدنا آدم فمن بعده سيغيرون بعض أوامر الله تعالى ولا يلتزمون بها، عرفت ذلك من خلال خلق الجن الذين جاءوا بعدهم. الله تعالى أسكن الجن الأرض فعاثوا فيها فسادا، وهذه إحدى الإجابات على قضية أجبت عنها قديما وأجاب عنها العلماء قبلي طبعا، حينما يتساءل بعض الناس: من أين عرفت الملائكة أن هذا الخليفة هذا المخلوق في الأرض سيفسد فيها ويسفك الدماء؟ الإجابة أولا أن الله أعلمهم بذلك، وهذه ينتهي بها الإشكال مباشرة. الثانية أنهم رأوا من سبقه وهو الجن، وعرفوا إفسادهم في الأرض فقاسوا هذا على هذا. إذا المخلوقات النورانية هم سابقو الخلق على الجن والإنس. ثالثا أنهم لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة. كان الجاهليون منذ القديم، سواء جاهليو العرب أو جاهليون في أديان عديدة كثيرة قبل الإسلام، يصفون الملائكة الكرام عليهم السلام بالأنوثة، وخصوصا حينما يسمعون تاء التأنيث في اسمهم: ملائكة. ملائكة معناها نسوان، وهذا من الغباء طبعا يعني. فلو كان كذلك لقلنا إن طلحة وعلقمة ومعاوية وكل الأسماء المنتهية بتاء التأنيث هذه هي إناث، فينسبونها إناثة، ينسبون الملائكة، وهذا خلط وتشويه. والله تعالى من شدة إغراق هؤلاء وضلالهم في توصيف الملائكة بالأنوثة رد عليهم في صريح الكلام المبين، فقال سبحانه في آية: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال الله تعالى: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هذا تهديد رباني قوي جدا، أشهدوا خلقهم. هذه أشياء كثيرة ومهمة، هذه الآية تفيدنا فائدة عامة لنا جميعا، فضلا عن نفي هذه الآية أنوثة الملائكة، تفيدنا قضية مهمة في حياتنا جميعا. قال: ما هي؟ الشيء الذي لا أعلمه علما محققا فلأصمت عنه، ما بعرف. كما نحدث كثيرا، يسأل الصحابة رضي الله عنهم ويكون السائل لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: الله ورسوله أعلم. الذي يسأل رسول الله، رسول الله لا يعرف حتى يسألنا؟ هو أعلم منا، إذا لماذا يسألنا؟ لا أتأكد من الجواب، ما بعرف. أما شأن كثير منا ومن الناس بشكل عام أنه يهرف بما لا يعرف. سمع سؤال هيك، لك إيش هو، إيش تعرف أنت؟ وأنا إيش بعرف؟ وبخلط هذا وهذا بشحر وهذا، ونأتي بنتائج عجائب، وكل إنسان يخلط عجائب. هذا واقعنا كثير منا في كل شيء. تسأله في التاريخ يجيب، تسأله في الفيزياء يجيب، تسأله في الدين يجيب، وهو في كل شيء لا يعرف شيئا أصلا. ولكن يعني أنا زعيم، يعني معقول ما أجاوب؟ معقول. هذه الآية نبراس لنا في هذه القضية، الله تعالى يهدد: أشهدوا خلقهم؟
الذي يعرف يكون شاهدا على الخلق، رآهم أنهم إناث، يعني ولد لك ولد، أنت شهدت ولادته، تنظر هذا ذكر هذه أنثى، واضح شهدت الولادة، متأكد أنت. أما أنت الملائكة وجدت قبل الجن، والجن وجدوا قبل أبيك آدم، فمن أين لك أن تعرف ما الملائكة؟ ثم إنك رأيتهم، سمعتهم، عاشرتهم، أنت من جنسهم، شهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. فضلا عن أن بعض أهل الجاهلية كانوا ينسبون الملائكة للأنوثة، لأنهم والعياذ بالله يخلطون أيضا في قضايا الزواج والنكاح، فيجعلون الله تعالى والعياذ بالله كأنه رجل، وحاشا لله أن يوصف أيضا برجولة أو ذكورة أو أنوثة، فيجعلونه كذلك، وهذه الملائكة هي الإناث، ويتصورون تصورات على حسب عقولهم المحدودة وضلالاتهم المعدودة، فهذا أمر منفي تماما، إذا لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة. من ثم من صفاتهم ومن تعريفهم أنهم لا يتكاثرون بالزواج، لا يتزوجون، لا يتزوجون، وبالتالي لا ينجبون. الآن لا يتكاثرون بالزواج، أما يتكاثرون نعم، كيف؟ بخلق الله تعالى لهم خلقا جديدا، يخلق الله تعالى ملائكة جددا آخرين، نعم فيكثرون ويكثر عددهم، أما بالتوالد فهم لا نكاح بينهم أبدا، وبالتالي إذا لم يكونوا لا ذكورا ولا إناثا ولا يتزوجون، فموضوع الشهوة في الأصل منقطع عنهم، ليس موجودا أصلا فيما بينهم، هذا بخلاف الإنس والجن، مو الإنس بس، والجن، الجن يتناكحون ويكثرون، وفي ذلك أدلة إن أحيانا الله تعالى في بحث يمثل فنذكرها. أما الملائكة ليس كذلك قط، عددهم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقد قلت في أول الحلقة إنهم ذو عدد كبير يفوق على الجن والإنس، يفوق على الجن والإنس. في حديث الإشراء والمعراج، الحديث الشهير الطويل الذي ورد في كتب السنة معظمها، أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفعه الله تعالى إلى البيت المعمور وصف لنا هذا البيت المعمور من باب الفائدة. البيت المعمور هو مكان فوق السماء السابعة، قال أهل العلم لو نزل لنزل على الكعبة، ولكن هو فوق السماء السابعة، لو نزل فوق الكعبة ينزل. قال فرأى هذا البيت المعمور، قال من جملة وصفه يصفه سيدنا رسول الله، قال فيدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة. قال إيش يعني لا يعودون إليه؟ يعني ما بلحقهم باللهجة العامية دور مرة تانية لبما تقوم رؤيني. قال إيش ما بلحقهم دور؟ إذن كم 70,000 عند الله عز وجل منذ أن دخله قبل 1400 سنة، ولا زالوا يدخلون وإلى قيام الساعة يدخل كل يوم 70,000 منهم. الله أكبر، عدد يفوق الخيال، يفوق الحصر، يفوق الإدراك البشري، سبحان الله. طبعا نحن كلنا نعرف أن قوة تنسب إلى البشر يكون فيها عظمة، مثلا أحيانا في الدول بعظمة قوتهم العسكرية وما إلى ذلك. فمن جملة الحكم، أقول من جملة وليس هي الحكمة العظمى ولا الأصلية ولا هي كل الحكم، من جملة الحكم التي كثر فيها عدد الملائكة إشارة الله سبحانه وتعالى إلى عباده من الجن والإنس أن يعرفوا عظمة ربكم سبحانه وتعالى. هذا الذي خلق خلقا هو أعظم منكم ومنكم، يعني من الجن والإنس، وهم أقوى منكم، ولا يتصفون بصفاتكم، وعددهم يفوق عليكم جميعا، وهم مسخرون بأشياء كثيرة بأمر الله عز وجل. لما يعرف الإنسان ويسمع هذه العظمة وهذه القدرة وهذا العدد الهائل، يقف
خاشعا متذللا امام قدره الله عز وجل. اذن مخلوقات نورانيه لا تصفون بذكوره ولا انوثه، لا يعلم عددهم الا الله تعالى، لا يتزوجون ولا يتكاثرون، يطيعون الله تعالى. قال سبحانه وتعالى عنهم في هذه الصفه: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليست عندهم معصيه قط، هذه الاولى، لا يعصون الله ما امرهم، لان ويفعلون ما يؤمرون، بما يؤمرون، بما يكلفون، ما هي وظائفهم، ما هي اعمالهم، هذه قضية تحتاج إلى بسط. أسأل الله أن يعيننا عليها. نفعنا الله بما